مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين المغرب والسنغال في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير البيئة والانتقال الإيكولوجي السنغالي دودنغوم بالرباط. حان الوقت باش نعاودوا نجدوا هاد التعاون ما بين السنغال والمغرب فيما يخص طبعا الحكامه البيئيه، الاقتصاد الدائري، وايضا لانه السيد الوزير ما شاء الله عليه هو خبير في مجال الاقتصاد الدائري والتنميه البيئيه، فهذه واحد المناسبه باش نعاودوا نعزوا التعاون ما بين البلدين. مذكرة تفاهم تندرج في إطار المشاورات والتنسيق المتواصل بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء زخم جديد لمشاريع التعاون الاستراتيجي في مجالي البيئة والانتقال الإيكولوجي. السنغال والمغرب يتمتعان بعلاقة أخوية، وبالنسبة للاتفاق الموقع في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة سيتيح للطرفين العمل على عدة جوانب ذات صلة خاصة بالحكامة البيئية ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي. اللقاء سيمكن الوفد السنغالي من الاطلاع على منجزات المغرب في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة من خلال تنظيم زيارة لمحطة معالجة المياه العادمة بسلا وحقل الطاقة الريحية بطنجة.